بسيطة يا هدى، إن شاء الله نعمل الأسسمنت ده ونشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. خير. أنت افتكر تيتو عندها إيه؟ هيكون عندها إيه يعني يا تيتو؟ بعد الشر عنها يا حبيبتي، تيتو مش مريضة، ولا مش قصدهم كده أصلاً. لا قصدهم كده يا مراد، وأنا عارفة إن هي فيها مشكلة. وأنا عارفة إن أنا ببوظ تيتو وأنا مش واخدة بالي، وببوظ كل حاجة وأنا مش واخدة بالي. انت كان عندك حق عشان انا ساسجة وعبيطة. حبيبتي انت كده كده عبيطة، ده مش علاقة بتيتو. طيب معلش، كله هيبقى كويس. انا كلمت وليد وهو رفض يدير وصل. انت كان عندك حق في كل كلمه انت قلتها. انا اخت فاشله وام فاشله وزوجه فاشله. بس 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 لا مراد، انا بجد ببوظ كل حاجه والله. وبجد حاسه ان انا تعبانه. معلش معلش، مش ده حد يقول معلش.